السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أمريكا تكشف كواليس معركة دلونيكس بالبحر الأحمر، وإلى التفاصيل. كشفت القوات الأمريكية اليوم السبت كواليس أعنف مواجهات مع القوات اليمنية في البحر الأحمر، وأفادت القيادة المركزية للقوات الأمريكية في بيان لها بأن الهجوم تم بحرا وجوا زاعمة التصدي لسبع دائرات مسيرة ومركبة. وجاء البيان الأمريكي عقب ساعات على بيان مماثل لمتحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع، أكد فيه استهداف السفينة الأمريكية درونيكس ضمن عمليات واسعة ضالت أربع سفن في البحرين الأحمر والمتوسط. كما جاء في أعقاب غارات أمريكية مكثفة ضالت مدار الحديدة ومديرية ماوية بتعز. وتشير هذه التطورات إلى أن المعركة الأخيرة كانت الأكبر، وأن القوات الأمريكية فشلت في محاولتها تأمين مرور السفينة عبر باب المندب. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.